بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا اجعلنا حاملين لراية التوحيد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. واللهم اجعلنا من الصادقين معك في كل حين وكل مكان، آمين يا رب العالمين. نعود والعود أحمد إلى كلام الله العزيز والآيات الآيات البينات المبينات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا، الله أمرنا فنحن نطيع. لا نقول كما قالت بنو إسرائيل الملعونون عامة سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني ما يعبدوا إلا المادة في مقدمتها الذهب، لأنه قليل عنده مميز يكون رفيع الثمن. وإذا كان رفيع الثمن فهو أولى بالعبادة من رب الأرباب. شوفوا، وإن طرت ونستدومة لا نستبق في أي سباق، ما هو no race with him with them، ما عندنا حتى سباق معكم، لأنكم ملعونون مطرودون من رحمة الله. وأنت كان خياركم أن يكون نصيبكم اللعنة في الدنيا والآخرة. أما نحن فحمانا الله بتوحيده وباتباع أوامره وانتهاء عند نواهيه واتخاذ الأنبياء عليهم السلام في مقدمتهم إمامهم عليهم السلام جميعا، اتخاذهم أسوة حسنة لنا، ولا نبغي بعد ذلك أي اتجاه آخر. نحن صامدون، وإن توعدتم بإيذائنا فاعلموا أن الله لا يهدي كيد الخائنين، والله يكيد لكم كما تكيدون لنا، والله ناصر عباد الصالحين للمفسدين الذين يدعون الإسلام بالكذب والبهتان. نسأل الله السلامة والسلام على من أراد السلام.